إن حواء هي زوجة آدم أبي البشر عليه السلام، وهي التي جاء منها البشر وتكاثروا فيما بعد. فمنها ومن آدم عليه السلام قد انحدرت البشرية، وإليهما تعود أنساب البشر، فقد بدأت الحياة بعدما خلقهم الله تعالى وبعثهما في الجنة معا. فقد خلقها الله تعالى لتكون أنسا لآدم عليه السلام وسكنا له، وقد وردت قصتهما في القرآن الكريم في سور كثيرة، منها سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة الأعراف والإسراء وطه وغيرها. لم ترد قصة حواء في الإنجيل كما وردت في القرآن الكريم، ولكن المسيحيين بالرغم من ذلك يعترفون بهذه القصة، إذ إنهم يؤمنون بما جاء في العهد القديم وهو التوراة الذي أصبح فيما بعد كتابهم المقدس. أما عن نظرة القساوسة ورجال الدين المسيحي لحواء، فقد كانوا يرون أنها مصدر الخطيئة الأولى في الدنيا، ففي نظرهم هي من أخرجت آدم عليه السلام من الجنة. مما خلقت حواء؟ لقد خلق الله جل وعلا حواء بعدما خلق آدم عليه السلام، فقد بدأ الخلق بخلق آدم من تراب وإسكانه الجنة، وكان وحيدا ليس له أنيس ولا ونيس، فكان يرجو بينه وبين نفسه أن يجد من يؤنسه في الجنة. وكان الله تعالى يعلم ما يدور في نفسه، فخلق له امرأة من جسده لتؤنسه، فعندما نام خلقها الله من ضلعه، وعندما استيقظ رأى حواء أمامه فسألها من أنت، فأجابته بأنها امرأة. وعندما أراد أن يعرف سبب خلقها أجابته بأنها قد خلقت ليسكن إليها، فسأله الملائكة ماذا يريد أن يسميها، فقال حواء. وربما كان هذا اسمها لأنها خلقت من كائن حي. بعد أن خلق الله تعالى حواء صارت هي الأنيس والمسلي لآدم في الجنة، وكان يعيشان حياة هادئة لا يعكر صفوها شيء، فكان يمرحان في الجنة ويتناولان من ثمارها، وكانت حياتهما حياة رغيدة كما وصفها القرآن الكريم في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، صدق الله العظيم. فقد أبيحت لهما الجنة كلها، يأكلان مما شاء وينزلان في المكان الذي يشاءان. وبينما آدم وحواء قد رزق الجنة ونعيمها، أمرهم الله جل وعلا بألا يقتربا من شجرة معينة، وذلك لألا يكسب سخط الله عز وجل، يقول تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، صدق الله العظيم. ولم يبين القرآن الكريم نوع هذه الشجرة، بل ترك الأمر مجهولا، ولكن أهل الكتاب يقولون إنها شجرة الخير والشر، وقد سماها إبليس شجرة الخلد ليستميل آدم وحواء ويوقعهما في المحظور. لقد وسوس إبليس لحواء وآدم بأن يأكل من الشجرة التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها، وقد أغراهما بذلك بأن هذه الشجرة تحديدا ودون غيرها من الشجر هي شجرة الخلد، فإن أكلوا منها سيحظون بالخلد في الحياة الدنيا، وأنهما سيكونان من الملائكة. وما كان ذلك إلا كذبا من إبليس الذي يبدو أنه كان يعلم عاقبة الأكل من هذه الشجرة. يقول تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، صدق الله العظيم. لا يمكن القول إن حواء هي من دفعت آدم عليهما السلام ليأكل من الشجرة، ففي كتاب الله عز وجل قد وردت أكثر من آية في هذه القصة، ففي بعضها كان قد ذكر فيها آدم متفردا يأكل من الشجرة، وفي بعضها قد ذكر معا، فلم تكن حواء هي السبب للوقوع في المعصية، وكان اللوم أولا على آدم عليه السلام كما في عدد من الآيات، منها قوله تعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، صدق الله العظيم. وأيضا مرة أخرى يحذر الله تعالى آدم وحده فيقول: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، صدق الله العظيم. وقد حمله وحده مسؤولية الخروج من الجنة كما في قوله تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، صدق الله العظيم. فكلمة فتشقى مخاطب بها آدم وحده. لقد استجاب آدم عليه السلام لإضلال إبليس له، فأغراه بكلامه وأغواه بما سيلاقيه بعد أن يأكل من هذه الشجرة، فأغضب ربه وخرج عن أوامره، ولكن ذلك الخروج عن طاعة الله لم يكن بقصد إغضاب الله عز وجل، بل أراد آدم أن يحصل على الخلود في هذه الجنة الفاتنة. وقد وصف الله تعالى فعل آدم هذا بالعصيان الذي أغواه،
يقول تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. بعدما أكل آدم وحواء من هذه الشجرة وامتثل لأمر إبليس، نزل سخط الله تعالى وغضبه عليهما. فأول ما بدا هو سوءاتهما، فعاتبهما الله تعالى على فعلتهما هذه، وصار يحاولان تغطية سوءاتهما من ورق أشجار الجنة. فكان غضب الله تعالى وسخطه هو عنوان هذه المرحلة من مراحل حياة آدم وزوجته حواء. يقول تعالى مصورا هذا المشهد العصيب من حياة آدم: فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. صدق الله العظيم. في اللحظة التي عصى بها آدم وحواء عليهما السلام أمر الله تعالى وامتثل لأمر الشيطان وأكل من ثمار الشجرة، فإنهما سمعا صوتا يناديهما. كان ذلك الصوت هو صوت الله عز وجل، وسألهما: ألم ينههما عن الأكل من تلك الشجرة؟ وكذلك سألهما: ألم يحذرهما من مكائد الشيطان الرجيم؟ فبكى آدم وزوجته وتاب إلى الله تعالى فغفر لهما، ولكن للتكفير عن ذنبهما أمرهما الله بالهبوط إلى الأرض هما وإبليس اللعين ومن ساعده من الحيوانات ليدخل الجنة التي كان مطرودا منها. قال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. صدق الله العظيم. بعد أن اعترف آدم عليه السلام بذنبه، فإن الله تعالى قد تاب عليه واشتباه، يقول تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى. صدق الله العظيم. فقد هداه الله تعالى وجعله نبيا وجعله خليفة في الأرض هو وبنيه. وفي سورة الأنعام يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. فيقول بعض العلماء معلقين على هذه الآية: أي يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون. وهكذا بدأت حياة البشرية في الأرض بآدم وحواء. بدأت بالكد والعمل، فالحياة لم تعد بهذه السهولة، فقد كانوا في الجنة يعيشون حياة هانئة سعيدة يحصلون فيها على كل ما يتمنونه. ولكن ما إن بدأت حياتهم في الأرض حتى تغيرت أحوالهم، ففي هذه الأرض تتناوب فصول السنة الأربعة، ولكل فصل من هذه الفصول احتياجات وأمور خاصة به، ولا بد لهم أن يؤمنوا المسكن والملبس والمأكل ليحافظوا على استمراريتهم على هذه الأرض. ولذا بدأوا بالزراعة والسقاية والطحن والخبز ليتمكنوا من الاستمرار. وكلما تذكروا خطيئتهما كان يبكيان ويستغفران الله على فعلتهما. ومضت حياة آدم وحواء في هذه الدنيا بين العمل والجد والتفكير بكيفية البقاء في هذه الحياة والاستغفار عن ذنبهم الذي بدر منهم. ومن ثم بدأت أعدادهم بالتكاثر، فأنجبت حواء بنتا وولدا، ثم أنجبت بنتا وولدا، وهكذا أصبح عدد سكان الأرض 6 أفراد. ففرح آدم وحواء بما آتاهم الله تعالى، وهكذا مضت الأيام إلى أن شب الأولاد وأصبحوا شبابا، وهم قابيل وهابيل وأقليمة ولورا كما يروى. وثمة الكثير من العبر يمكن للمسلم أن يستفيد منها في قصة آدم عليه السلام وزوجته حواء، ومنها تكريم الله عز وجل لبني آدم دون سائر مخلوقاته، فخصهم بأشياء لم تكن لغيره من الخلق، ومن ذلك خلق آدم بيده وتعليمه أسماء الأشياء واستخلافه في الأرض. عدم نسيان الإنسان أنه قد خلق من تراب فلا شيء يميزه على إخوانه من البشر، والتفاضل بينهم يكون بالتقوى والاستقامة، الحذر من وسوسة الشيطان الرجيم الذي هو عدو لآدم وأبنائه، والعلم بأنه يحقد عليهم لأنه يعتقد أنهم سبب طرده من الجنة، بينما السبب هو غروره وتكبره، أن الإنسان مخلوق ضعيف معرض للخطأ فهو غير معصوم، ووجوب التوبة عندما يرتكب الإنسان إثما أو معصية، وعليه ألا ييأس من مغفرة الله تعالى ورحمته، فالله تعالى هو الغفور الرحيم الذي يغفر الذنوب والزلات. فقد قبل الله تعالى توبة آدم عليه السلام بعد أن أخطأ.